السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا صغاري؟ كيف حالك يا ثنوى؟ أهلا يا معلمتي. لقد اشتقت إليك كثيرا. وأنا أيضا. اليوم يا ثنوى وأنتم يا أصدقائي سنتعرف على أشياء جديدة ومفيدة، فهل أنتم مستعدون؟ هل أنت مستعدة يا ثنوى؟ أجل أجل. سنبدأ اليوم يا صغاري بعرض صورة من صور القرآن الكريم، وهيا نستمع إليها ونردد مع القارئ. هل أنت مستعدة يا ثنوى؟ بالتأكيد. إذن هيا يا صغاري لنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. أحسنت يا ثنوى، وهذه نعمة من نعمة الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد، وبهذا قد أتم الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته في نشر الإسلام على جميع الناس. فما اسم الصورة مرة أخرى يا ثنوى؟ سورة النصر. أحسنتم يا صغاري، أحسنت يا ثنوى. والآن يا صغاري هيا لنشاهد هذه الصورة. ما هذه الصورة يا ثنوى؟ يا معلمتي، ولد يرتدي ثوبا وفي يده علم دولة قطر. أحسنت يا ثنوى، هذه صورة ولد يقف على الكورنيش وهو يشاهد الاحتفالات والعروض التي تقام في دولة قطر. فيا صغاري، في هذا اليوم تحتفل دولة قطر باليوم الوطني، وهي ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، ويسمى باليوم الوطني، وله تاريخ مميز وهو 18 من ديسمبر. فما اسمه يا ثنوى؟ اليوم الوطني. أحسنت يا صغيرتي. والآن يا صغاري هيا لنشاهد معا هذا الفيديو. والآن يا صغاري، بعد أن شاهدنا هذا الفيديو، أخبريني يا ثنوى، ماذا شاهدت في الفيديو؟ يا معلمتي، لقد شاهدت مسيرة عسكرية وعرض طائرات في الجو. أحسنت يا صغيرتي، وماذا أيضا؟ أيضا رجال يلبسون الزي القطري ويركبون الخيول والجمال. نعم أحسنتي. وهل تعرفين أن الجمل يعيش في دولة قطر؟ نعم نعم. هل تعرفون ذلك يا أصدقائي؟ ويوجد أيضا حيوانات تعيش في دولة قطر، ما رأيك يا ثنوى أن نتعرف عليها؟ هيا هيا يا صغاري، انظروا، ما هذا الحيوان؟ ماذا يا ثنوى؟ تذكرت يا معلمتي، إنه صقر. نعم صقر، والصقر يعيش في دولة قطر. وأيضا غزال. أحسنتي. وأيضا المها. المها، والمها أيضا من الحيوانات التي تعيش في دولة قطر.
وأيضا يا صغيرتي ثعبان. أحسنتي. فكري. أتذكر. فكري. الضب. أحسنتي، إنه الضب. وأيضا أرنب. وأيضا إنه الجمل. أحسنتي. وآخر شيء لدينا ثعلب. ثعلب. إذن يا صغاري، قد تعلمنا اليوم الحيوانات التي تعيش في دولة قطر. ما رأيك يا ثنوى أن نقوم بعد هذه الحيوانات؟ حسنا. هيا يا صغاري نقوم بعدها معا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أحسنت يا ثنوى، أحسنتم يا صغاري. أريد الآن منك يا ثنوى أن تنظري إلى هذه الصورة. هيا. ما هذا الحيوان؟ إنه ثعلب. وهل يعيش في دولة قطر؟ أجل أجل. وهذه يا صغاري كلمة ثعلب وصورة ثعلب. يوجد يا ثنوى حرف مميز في هذه الكلمة، ما هو؟ لونه أحمر. حرف الثاء. نعم، واسمك يبدأ بأي حرف؟ أيضا حرف الثاء، أنا أحب حرفي. نعم، إنه حرف مميز. هيا يا صغاري لنرحب بحرف الثاء. مرحبا حرف الثاء. مرحبا، وهذا هو حرفنا لهذا الأسبوع. والآن يا ثنوى انظر إلى هذه الكلمة. نعم يا صغيرتي، إنه اسمك ويبدأ بأي حرف؟ حرف الثاء. هيا يا صغاري لنقرأ هذه الكلمات التي تحتوي على حرف الثاء. ما رأيك يا ثنوى؟ هيا. هيا يا صغاري. رسمت ثنوى مثلثاً كبيراً. في المثلث ثعلب وثور وثعبان. والآن يا صغيرتي هيا نتعرف على الكلمات التي قرأناها في الجملة. ما هي أول كلمة؟ ثنوى. ثنوى، أحسنتي. مثلث. مثلثا. ثعلب. ثعلب. وثور. ثور. وثعبان. أحسنتي، وثعبان. وهذه يا صغاري كلمات تبدأ بحرف الثاء. ويوجد يا صغاري شكلان لحرف الثاء، في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. هيا لنتعرف عليه. وهذا هو يا صغاري حرف الثاء، ودائما يكون شكله في أول الكلمة، مثل كلمة ثعبان. وأيضا اسمك يا ثنوى. ثنوى. أحسنت يا صغيرتي. أما عندما يكون في آخر الكلمة يكون منفصل، ويكون هذا هو شكله، مثل كلمة أثاث. مثل كلمة ماذا يا ثنوى؟ أثاث. والآن يا صغاري هيا نشاهد طريقة كتابة حرف الثاء. انظروا هنا يا صغاري طريقة كتابة حرف الثاء. نبدأ من النقطة إلى الأسفل على خط مستقيم، ثم نرتفع إلى الأعلى قليلا. ولا ننسى يا صغاري النقاط الثلاثة، هكذا. هذا هو حرف الثاء. أما عندما نكتب حرف الثاء في بداية الكلمة، نبدأ من النقطة إلى الأسفل وخط مستقيم، ولا ننسى يا صغاري النقاط الثلاثة، هكذا. وهذا هو حرف الثاء في أول الكلمة. وقد انتهى يا صغاري درسنا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الجميل. وقبل أن أودعكم، هيا نتذكر ماذا تعلمنا اليوم. هيا يا ثنوى أخبريني ماذا تعلمنا اليوم. اليوم درس جميل يا معلمتي. لقد تعلمت وتعرفت على سورة النصر. أحسنتي. وأيضا تعرفت على اليوم الوطني لدولة قطر. نعم. بتاريخ 18 من ديسمبر. أحسنتي. وعلى الحيوانات التي تعيش في دولة قطر. نعم. و
وعد وتمثيل الأرقام من 1 إلى 10. أحسنتي. وأيضا تعرفت على حرفي. حرفي حرف الثاء، وكان له شكلان، ما هو؟ في أول؟ في أول الكلمة وأيضا في آخر الكلمة. أحسنتي يا ثنوى، هل استمتعت بهذا الدرس؟ أجل. وأنتم يا صغاري أراكم مرة أخرى، وإلى اللقاء. إلى اللقاء يا معلمتي. إلى اللقاء يا ثنوى.